الرحمن الرحيم. مجلس سوريا الديمقراطي، مجلس دير الزور المدني، مجلس الشعب في البصيرة وريفها. بيان في شمال وشرق سوريا، ونحن كمجالس في الخط الشرقي في مدينة دير الزور. أيها الرفاق، باسمكم وباسم مجالس الشعب بجميع أطيافه ومكوناته العربية والكردية والسريانية والمكونات الأخرى، نقف وقفة احتجاج ضد أطماع الاحتلال للسيطرة على المنطقة. وتبين لنا عبر التاريخ بأن هذا المحتل له أطماع كبيرة في منطقتنا من خلال السيطرة الفكرية وطمس معالم التراث الخاص بمنطقتنا ورفض التنازل عنها وفرض سياسة العبودية والعنصرية في هذه المنطقة. وفي الآونة الأخيرة والأحداث التي جرت على أرضنا أثبتت لنا بأن المحتل ما يزال لديه الكثير من الحقد والكراهية على شعبنا بجميع أطيافه من خلال التنازلات التي قدمها لأعداء الشعب السوري مقابل حصوله على امتيازاته وتحقيق أهدافه داخل الأراضي السورية والتشبث بأجزاء منها. ونعتبر هذا التدخل سافراً ومخالفاً لجميع الأعراف والقوانين الدولية، ونرفضه جملة وتفصيلا، ونؤكد على وحدة سوريا أرضا وشعبا وعلى حسن العلاقات مع دول الجوار. لا للممر التركي، لا للاحتلال التركي. عاشت أخوة الشعوب. مع تحياتنا الثورية.